السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه. أرحب بكم من جديد، دائما معكم سيف. أصحابي والله لا هبلونا واحد العباد، يعني شوف تروح للفيسبوك تلقاه داير طفرات حسون، يعني تلقى شحال من الباجا وشحال من البروفيل داير فيديوهات يبيع بطفرات حسون. الحاجة الأولى ما هوش داير السعر تاعو، يعني البري تاعو ماش دايرو، داير رقم الهاتف. قلنا ما عليش يا سيدي رقم الهاتف، مقصر انا واحد صاحبي حاب يشري طفره. عيط تقريبا 5 ولا 6 من الناس، ما كان حتى واحد يجاوبك جواب صريح. يعني انت علاش دروك داير، انت داير لي فيديو نتاع الزوج اللي جان طفره ولا فيو ولا، ودير لي رقم الهاتف كي نعيط لك ما تقوليش السعر. كيفاش عبد ربي انا من الغرب، من الطرف الغرب نجيك للشرق باش نشوف زاوش هذا، وديجا انت راك دايرو في الفيديو، ومن بعد نعاود نرجع نجيب دراهمي ونعاود نولي لك. كي دايره هذه؟ يعني تعيط للدول السلام عليكم السلام، انا لقيتك داير خويا زوج لي جان بافات راك تبيع فيهم في الفيسبوك. اه شحال البري؟ ما نقدرش نقول لك البري، لازم تجي تشوف قول لي خويا البري كيف. ما نقدرش ديجا شوف، لو كان جينا صادقين صح، لو كان جينا صادقين صح، انت على بالك بلي راك مغلي، خاطش لو كان جيت تبيع فيه ببري مليح وجيت صادق صح، دير البري في الفيسبوك. قال اخويا راني نبيع فيه ب20، قال راني نبيع فيه ب17 ديريكت. خويا اللي عجباتو يعيط لك راهو شاري، اللي ما عجبوش البري ما كان يعيط لك. ماشي انت نهار كومبلي وتيليفون ترن 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 يصوني عليك وانت مام با ما باش تبقى حياتك كومبلي كيماك ما تبيعش. فانت داير لي رقم الهاتف تاعك وحتى واحد ما مديت له البري. لا خويا اروح اروح لي هنايا ولازم تشوفهم، هاني شفتهم ديجا في الفيديو، علاه حتى لازم نجيك انا؟ اعطيني البري خويا نهز درامي ونجيك نشوف عجبوني فتبارك الله، نمدك درامك ونجي راجع. نتمشى انا 800 كيلو ولا 1000 كيلو ومن بعد نجي عندك لهيه، لا انا داير في راسي بلي داير 14 ولا 15، نوصل عندك لهيه تقول لي 27. لا خويا دير البري ديريكت في الفيديو، ما درتش البري يا خويا ما على باليش علاش، درت رقم الهاتف نعيط لك قال اخويا راني طالب باق، راني طالب 15، راني طالب 20، طالب 26، علاش تبقى تعيط فيا؟ عيطت 5 ولا 6 من الناس ما كانش واحد ما كانش عطانا البري. السيد كان حاب يشري والله كره صاي سيبو سيبو والله غير كره، تعيط للواحد على جال المقنين تقول مش عارف شراه يبيع. الله يهدينا والله الله يهدينا.